أخوات والإخوة أعضاء لجنة الفندية، أخوات والإخوة أعضاء القيادة التاريخية لحزب الاستقلال، أخوات والإخوة الوزراء والسفراء، أخوات والإخوة النواب والبرلمانيون والمستشارون البرلمانيون والرؤساء الجماعات المحلية والمستشارون الجماعيون، أخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية، أخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني، أخت والإخوة المفتشون الإقليميون، أخوات والإخوة المسؤولي وممثلي تنظيمات الحزب ومؤسساته المواجهة وروابطه المهنية، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أجدد اللقاء بكم في هذه المناسبة المجيدة، وأريد قبل كل شيء أن أهنئكم بحلول السنة الأمازيغية الجديدة. أشكاس مبارك. إذن هذا اللقاء فهي هذه المناسبة فهي مناسبة مجيدة إحياء للذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1940، إحدى المحطات المضيئة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، ووضع حد لهذا الظلم والاستعمار والقطع مع زمن الحجر والحماية وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، وهي الذكرى التي نحتفي بها هذه السنة تحت شعار التحولات المهيكلة في الجيل المصري. في مثل هذا اليوم من سنة 1944 أقدم حزب الاستقلال بتنسيق وثيق واتفاق محكم مع بطل التحرير جلالة الملك محمد الخامس طيبه الله ثراه لإسناد من الرعي الأول للوطنيين الأحرار، أقدم على خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكفاح الوطني تمثلت في تقديم عريضة مطالبة بالاستقلال إلى الإقامة العامة لسلطات الاحتلال الفرنسي، وسلمت نسخ منها إلى ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإلى ممثلي الاتحاد السوفيتي آنذاك، وهي الخطوة التي جسدت بحق قوة تلاحم متين بين العاشر والسابع، ألهبت حماس مختلف الشرائح المجتمع في كل ربوع المملكة للوقوف وقفة رجل واحد في مواجهة الظلم والاستبداد دفاعا عن الحرية والاستقلال والثوابت الوطنية وعن وحدة الأمة ومقدساتها. أيها الأخوات أيها الإخوة، مضت اليوم 79 سنة على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال و35 على إقرارها عيدا وطنيا من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، لكن مضامينها التحررية والديمقراطية ودلالتها الوطنية والسياسية وحمولتها الحماسية المفعمة بروح التضحية وسمو الشعور الوطني لا زالت ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل، تنهل منها الدروس والعبر وتستخلص من معانيها النبيلة القيم الوطنية الحقة لمواصلة بناء صرح المغرب الذي نتطلع إليه جميعا بروح وعزيمة الموقعين على الوثيقة ولكسب الهانات السيادة الوطنية بمختلف أشكالها وتوطيد المسار الديمقراطي وتحقيق مقاصد التعالية في الإنصاف وتكافؤ الفرص والتضامن وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين. لقد شكل تقديم وثيقة مطالبة الاستقلال يوم 11 يناير 1944 منعطفا حاسما في تاريخ الدول المعاصر، بحيث تحول الوعي الوطني لدى الشعب المغربي ملكا وشعبا من مجرد مطالبة بالإصلاحات في ظل الحماية إلى مطالبة بالحرية والاستقلال في ظل الوحدة الترابية للمملكة وإرساء ملكية دستورية وديمقراطية ضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية حافظة لثوابت الأمة ومقدساتها ووحدتها الوطنية. لقد زرعت وثيقة الاستقلال الأمل لدى كل فئات الشعب المغربي، بل وفتحت الآفاق الواعدة لنهضة الأمة بمشروع مجتمعي متكامل وبمضامين إصلاحية تؤسس لعهد جديد مطبوع بتحولات سياسية وديمقراطية
وحقوقية واقتصادية واجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال. وما كان لبلادنا أن تتملك هذه الوثيقة المرصعة بنبل المقاصد والغايات لولا التلاحم المقدس بين العرش والشعب الذي يسكن الوجدان والضمائر. وقد كان النفس الإصلاحي لوثيقة المطالبة بالاستقلال ملهما لحزبنا من حيث مساهمته في تأسيس التحولات المجتمعية في بناء المغرب المستقل، وذلك من خلال إبداعه لوثيقة التعادل الاقتصادي والاجتماعي في 11 يناير 1963 وبما يتضمنه من رؤية إصلاحية متواصلة ومتجددة، وما تلاء من أفكار واقتراحات وحلول ومبادرات تنشد إرساء دعائم مجتمع متوازن ومتضامن يضمن الكرامة والازدهار لأفراد وللمجتمع. يعتز حزبنا المتشبع بالفكر التعالي المتجدد باستحضار الرؤية الإصلاحية لوثيقة المطالبة بالاستقلال في كل ما ينتج من أفكار واقتراحات ونظريات، وفي كل ما يقدمه من حلول ومبادرات، وما يعتمده من مواقف وقرارات في كل ما يخدم مصلحة الوطن ومصالح المواطنات والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية وعبر مختلف المحطات السياسية البلادية. وها هو اليوم يلتف إلى جانب كل فعاليات سياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية بإنجاح انتقالات والتحولات المهدلة الداعمة للثقل والتطور والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بأوراج الإصلاح الاستراتيجية الذي يقودها جلالة الملك محمد السادس أيضا الله في تلاحم متجدد ويحقق طفرات نوعية والانتقالات الهيكلية والتحولات المفصلية في مسار بلادنا. أيتها الأخوات أيها الإخوة، تعرف قضية وحدتنا الترابية نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، بل وتعيش على إيقاع تحول استراتيجي في المقاربة والنتائج جسده بحسب الخطاب الملكي الثاني بمناسبة ذكرى 46 للمسيرة الخضراء الذي وضع الأسس والمحددات والتوابيت التي يتعين مراعاتها بشأن القضية الوطنية. هذا التحول هو ثمرة مسار تراكمي للانتصارات والمكاسب والمساعي التي حققتها الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والشعبية والاقتصادية بفضل نجاعة وفعالية نموذج التنمية الجديد للأقاليم الجنوبية التي تم برعاية ملكية إنجازها على أرض الواقع، حيث تم تحقيق 80% من التزاماته وحقق نتائج مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية بفضل كذلك العمل الدؤوب للمجالس المنتخبة على الصعيد الجهة وعلى الصعيد البلديات في تجهيز هذه الأقاليم للبنية التحتية واللوجستيكية وتوفير الخدمات الأساسية لساكنتها وكذلك توفير الشغل لساكنات أقاليمنا الجنوبية. وفي صلب هذا التحول كذلك الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتزايد وتيرة الدعم والإشادة بعدالة قضية الوطن وقضيتنا الوطنية واتساع دائرة القناعات بوجهات مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من الدول العظمى مثل إسبانيا وكذلك ألمانيا وفرنسا والعديد من 11 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى آخره من دول العالم كحل واقعي وجدي وذي مصداقية من شأنه ضمان استقرار والأمن والازدهار بالمنطقة، وهو ما عكسته قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018 إلى الآن داعية إلى تحلي الأطراف المعنية بما فيها الجزائر للواقعية وروح التوافق لضمان الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام ومتوافق عليه. تصدر الإشارة إلى كلنا هذه المواصفات الأممية في نظير العديد من دول العالم من دول العربية ومن دول إفريقية ومن دول أوروبية ومن دول الأسيوية ودول الهند، فهي تنطبق على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية وتستبعد كل السيناريوهات البائدة التي عفى عنها الزمن. في ذلك انعكاس واضح لا لبس فيه لمدى تطور وعي المجتمع الدولي
المتزايد بهذا قضيتنا الوطنيه ورزاحت ومصداقيه مبادره الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبيه تحت السياده المغربيه. لقد بات انصاف التطورات الايجابيه التي عرفتها قضيه وحدتنا الترابيه الجهود التي بذلتها الدوله لتثبيت سيادتنا الوطنيه يقتضي طي هذا الملف الذي عمر طويلا واستثمار المقاربه الملكيه الخلاقه في التعامل مع قضيتنا الوطنيه التي تجعل ملف الصحراء هو النظاره التي ينظر بها المغرب الى العالم والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات كما ورد في خطاب الملكي الثاني لعشرين غشت 2022 مع ما يتطلب ذلك من اعتماد هذا التحول الاستراتيجي في بناء العلاقات والشراكات الدوليه بما يحفز على اعاده حياه الاتحاد المغاربي وعلى انخراط واضح وشفاف لدول الاتحاد الاوروبي في تبني هذا التوجه وندعو الاتحاد الاوروبي الى الاسراع باقرار ان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي في قضيه الصحراء المغربيه. وما يقتضيه ذلك من حمايه وتحسين الشراكه بين الطرفين من المضايقات ونحن نعيشها اليوم. المضايقات والهجمات الاعلاميه المتعدده التي تقوم بها اقليه منزعجه من العلاقات المتينه بين المغرب والاتحاد الاوروبي. ايتها الاخوات ايها الاخوه، لقد خطت بلادنا بكل ثقه وثبات بعد 79 سنه من تقديم وثيقه مطالبه بالاستقلال و67 سنه من الاستقلال، خطوات جباره حققت خلالها العديد من المكاسب والانجازات سواء على صعيد استكمال وحدتنا الترابيه او على صعيد توطيد سيادتها على باقي المجالات الاستراتيجيه للسياده لمختلف اجيالها وابعادها واكسبها مناعه وقدرات متزايده على الصمود والتصدي لمواجهه التحديات الاقليميه والدوليه. لذلك ليس من قبيل المبالغه او تضخيم الموجز ان نؤكد بكل اعتزاز ان بلادنا تحت القياده الحكيمه لجلاله الملك محمد السادس ايضا الله تحولت اليوم الى نموذج متفرد على كافه المستويات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتنمويه وقوه اقليميه بل جهويه صاعده اثارت بتطورها التنموي وانتصاراتها ونجاحاتها المتواليه ومنها اخيرا النجاح الذي حققناه في مباراه كره القدم بالنسبه للدوري لكان في قطر ولبينة العالم القيم التي تحملها بلادنا والروح الوطنيه ديال الفريق الوطني اللي رفع راس المغرب واللي جات الملك سحلو اكبر استقبال مع الامهات ديالو وهذا خير دليل على قوه المغرب وسيطرته على الصعيد الدولي. اذن هذه الانتصارات والنجاحات فهي المتواليه فهي ادت في الواقع واثارت حنق الاعداء والخصوم. ولم يعد مستغربا ان تتلقى بلادنا وهي تقوي تموقعها الجيوسياسي الضربات من القريب والبعيد وتحاك ضدها المؤامرات وتحتد ضدها الحملات العدائيه. ونندد في هذا الاطار ما وقع البارحه في الجزائر في بالنسبه للافتتاح ديال شان اي المبادره ديال كاس افريقيا بالنسبه للاعبين المحليين. تم استغلال هذه اللحظه الرياضيه لمس للوحده الترابيه لبلادنا ولن نقبل ذلك. نعم لقد كثر استاذ بلادنا وارتفعت وتيره استهدافها بالموازاه مع مواصلتنا والحمد لله وسنواصل في هذا النهج تحقيق مزيد من المكاسب والانجازات يضاف الى رصيدها التاريخي والحضاري وما راكمته من مقومات الاختيارات الحكيمه والمتبصره لجلاله الملك حفظه الله والتفاف الشعب المغربي وراء اراده ملكيته المقدامه. الانفتاح السياسي مع ما وكبه من ترسيخ وحزب الاستقلال له دور مهم في هذا الاطار
من أجل ترسيخ المكتسبات الحقوقية والديمقراطية والدستورية جسدتها المضامين المتقدمة لدستور 2011. انخراط إيجابي لبلادنا في المجتمع الدولي واصطفافه الدائم إلى جانب السلم والسلام والقضايا العادلة في العالم. التدبير المتميز للحق الديني والأمن الروحي والمساهمة في شأن نموذج الإسلام الوسطي المبني على الاعتدال والتسامح والاجتهاد المنفتح. اعتماد سياسة تملك القرار السيادي في كل المجالات، وهذا اللي ما قبلوش الآخرين. تملك القرار السيادي في كل المجالات، في المجال الدبلوماسي، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال كذلك انتم عارفين الصحي، مع كذلك ما هو مرتبط باللقاحات، في المجال الغذائي، في المجال الصناعي. فكل هذه المجالات المغرب يقوي سيادته الوطنية، وهو ما كان دائما يدعو إليه في الاستقلال. القدرة على الصمود في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا بفضل القرارات الجريئة لجهة الملك محمد السادس أيضا الله. تنويع الشركاء الاقتصاديين عبر العالم، بل الشركاء الاستراتيجيين، باغين يخليونا دائما مرتبطين بقوة وحدة أو لجوج. حنا حزب استقلال ودائما كان يدافع على تقوية السيادة الوطنية، والسيادة الوطنية وهو تنويع الشركاء الاستراتيجيين لبلادنا لكي تبقى لنا سلطة القرار في كل المجالات، وذلك عبر منطق رابح رابح بعيدا عن الصراعات الدولية ومنطق الحرب الباردة التي كان يرهن المصالح الاقتصادية للبلدان بمواقفها السياسية والسيادية. نهج الاندماج الإقليمي الإفريقي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على التنمية المشتركة المنصفة والمستدامة مع الدول الإفريقية بصيغة رابح رابح مؤطرة بالاتفاقيات والشراكات وكذلك والتي وقعتها بلادنا مع العديد من الدول الإفريقية، إبان زيارات ملكية يعني لتلك الدول 50 زيارة 1000 اتفاقية تعاون، والتي مكنت من تعزيز ريادة بلادنا قاريا وفتحت باب واسعا أمام الاستثمارات المغربية في العديد من القطاعات بالمنطقة. استهدفت تتميم محلي للموارد الطبيعية الإفريقية وتدعيم وسائل والكفاءات ونقل الخبرات في وفق تحقيق الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الساكنة الإفريقية. ولصون مكتسبات هذا المنحى المنطلق في مسار استكمال وحدتنا الترابية وتوطين سيادتنا الوطنية، نجدد التأكيد على ضرورة رفع نسق التعبئة الوطنية الشاملة ورص الصفوف في إطار جبهة داخلية قوية للترافع عن القضية الوطنية والتعريف بها على أوسع نطاق في مختلف المحافل الدولية الرسمية والحزبية لمواجهة المخاطر المحدقة ببلادنا والتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية. أيتها الأخوات أيها الإخوة، لقد انتقلت بلادنا إلى عتبة أعلى من الإصلاحات الهيكلية الاجتماعية تجديدا لتوجه الدولة الاجتماعية كما حدد معالمها وركائز جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإعمالا لروح وفلسفة وثيقة المطالبة بالاستقلال ومقاصد المشروع المجتمعي التعاوني التي بشرت به. وهي الحكومة التي نحن أحد ركائزها الأساسية تعمل جاهدة بتوجيهات من جهة الملك على تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية من خلال عدد من السياسات والبرامج والمشاريع نجد في صدارتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل قاطعة مع الماضي ويعيد الاعتبار لجميع المغاربة بدون تمييز، بحيث سيمكنهم من الاستفادة سواسية من الحق في التغطية الصحية والحق في التعويضات العائلية، لا سيما بالنسبة للفئات المميزة في المجتمع من مختلف الأعمار. وهي أوراق انطلقت السنة الماضية ولكن ستنطلق عمليا هذا سنة 2023، وتحرص الحكومة على تنفيذها وفق التوجيهات الملكية السامية والجدولة الزمنية التي ينص عليها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما تمت تهيئة الموارد الكافية في إطار القانون المغربي القانون المالي لتغطية نفقاتها بالنسبة تحويل أصحاب المساعدة الطبية الراميد إلى صندوق الضمان الاجتماعي 9.5 مليار ديال الدرهم يتم تخصيصها داخل القانون المالية لهذا السنة 2023، وهذا زيادة على الملايير الدراهم التي أنفقتها ورصدت الحكومة لدعم المواد الأساسية. كنا برمجنا في القانون المالي 17 مليار درهم، كملنا السنة 38 مليار ديال الدرهم، باش ما يتزادش الدقيق، باش ما يتزادش السكر، باش ما يتزادش غاز بوتان، باش ما نزيدوش كذلك في الفواتير ديال الكهرباء. انتما شفتوا شنو واقع في الدول العالم والدول الكبرى اللي تزادت 3 مرات و 4 مرات وكان تزاد علينا جميعا، على الاقل كانت غتضاعف، ولكن اعتصمنا وقررنا انه ما نمشيوش نخفوا من الضغط على القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين اللي هما ضروا بارتفاع والتضخم، فبغينا نقلصوا على الاقل هذا الضغط عليهم باش يمكنوا يواجهوا هذه المهمه. وكذلك عملت الحكومه في اطار تقليص الفوارق الاجتماعيه وتيسير ارتقاء الاجتماعيه على ما يجب، تخصيص حوالي 100 مليار درهم من ميزانيه سنه 2023 لقطاع الصحه والتعليم. وهنا اليوم صادف هذا اللقاء اللي عندنا اليوم توقيع اتفاق مع النقابات في مجال التعليم ومع الجامعه الحره للتعليم داخل لواء اتحاد العام للشغالين، وهذا مكسب كبير لان هذا تفتح المجال لتحقيق الاصلاح الحقيقي للتعليم وتيخلق واحد النظام اساسي موحد للجميع اللي هما اطر الاكاديميات المتعاقدين والموظفين، وهذا بالمكاسب اللي دافعنا اليه داخل حزب الاستقلال قبل ما ندخل الحكومه وداخل الحكومه هو تحقق الحمد لله. كذلك في هذا الاطار ورفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص وتخفيض المده اللازمه للاستفاده من المعاش، وهذا كذلك كان مطلب كبير ديال حزب الاستقلال وديال الاتحاد العام للشغالين، ودخلناه في الاتفاقيه اللي كان وقع عليها الاستاذ عباس الفاسي اللي كان وزير الاول 26 ابريل 2011، والاخ سعد العالمي معنا حاضر فهو عاقل على هذا المجهود الكبير اللي كان دار، وعاد تحقق اليوم اللي عاد رجعنا للحكومه. والمعنى ديال هذا الامر بغيت نعرفوا لان تدخل في عمق المنطق ديال الانصاف. اي انه في الماضي كان الناس يخدموا 10 سنين وما تيقولوا لهم بان ما عندكمش حق في المعاش، تيجريو عليهم تيبقاش عندهم حق في المعاش، بالتالي تيبقاو بلا والو. اليوم اللي خدم 4 سنين الفوق فهو تيكون عنده معاش طول حياته. واللي خدم 4 سنين واللي خدم قرر 4 سنين فاللي غيكون عنده غيردوا له الانخراطات ديالو والانخراط ديال المقاوله اللي كان تيشتغل فيه. هذا في اطار صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا مكسب كبير لانه هنا تكون الانصاف الحقيقي اللي دائما كنا تندعي عليه في اطار التعادليه. وزياده نعرف حدنا الاجر في الوظيفه العموميه اللي تتكلم 500 درهم ورفع اجور الاطباء والممرضين والاساتذه الجامعيين ورفع الحد الادنى للاجور كذلك بالنسبه للقطاع الخاص 10% 5% دارت في التنبير و 5% ان شاء الله تكون في التنبير المقبل. ايتها الاخوات ايها الاخوه، توخيا للانصاف الذي يمثل الهدف الاسمي لهذا الرشد الملكي الهام، عملت الحكومه مطوقه بتعهداتها الوارده في برنامج الحكومي المستلهم من التزامات البرامج الانتخابيه للاحزاب مكونه للاغلبيه والمؤطرة بروح الانسجام والتضامن والتعاون والرؤية المشتركة بأبعادها الوطنية والجارية والترابية في إطار من التنسيق والتقائية وتكامل السياسات العمومية، بتسريع وتيرة إخراج المصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستفيدين. اليوم كان عندنا العديد من المهن اللي ما كانش عندهم الحق في التغطية الصحية. فلاحون، صناع تقليديون، تجار، فنانون، مقاولون ذاتيون، اطباء، صيادله، الموسيقون، مهندسون، مساحون، طبوغرافيون، بياطره، اطباء الاسنان، مرشدون سياحيون، ممارسو مهن التمريض الى اخره، وتاهيل واعاده تاهيل الوظيفي. اذا اليوم هاد الناس كلهم تفتح لهم المجال باش تكون عندهم التغطيه الصحيه، وتكون عندهم كلهم الضمان الاجتماعي. وهذا معلوم انتم عارفين الواحد ما تكون عنده التغطيه الصحيه فهذا تيقلل وهو في الواقع دخل غير مباشر،
ان اليوم هاد الناس كلهم اللي كانوا تيمرضوا فكان بعض منهم تيضطر انه يبيع اللي عنده باش يمكن له يداو. اليوم على الاقل غتكون عندهم التغطيه الصحيه اللي غتمكنهم باش يداو، وهذا شيء كبير اللي هو تحقق في هذا الاطار وتخفف الضغط على القدره الشرائيه ديالهم. من جهه اخرى وهو هذا انطلق هنا معنا الدكتور حلول تنهني وكذلك على المجهود الكبير اللي قام به في هذا الاطار، وهو الناس ديال الرماد المستفيدين من نظام المساعده الطبيه فاتح نوفمبر الماضي كلهم دخلوا لصندوق الضمان الاجتماعي. وهنا تدخل كذلك المنطق ديال الانصاف اللي تندافعوا عليه داخل الاستقلال واللي كان هو الشعار ديالنا في الحمله الانتخابيه. علاش؟ لان هاد الناس المستضعفين والفقراء فهما غيكون عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ديال الاجير وديال الموظف، وعندهم نفس سلسلة العلاجات. اذا كان عندهم رماد فعندهم كانت واحد سلسلة العلاجات محدوده، بل اكثر من ذلك كانت خصو مثلا اذا تم بلي شي سكانير تنتظر 6 شهور 7 شهور باش ياخذ موعد. اليوم هاد الناس اللي عندهم الرماد اللي غيكون عندهم الضمان الاجتماعي فهما مباشرة يمشيو للقطاع الخاص، إلا ما لقاوش الإمكانية في القطاع العمومي يمكن يمشيو للقطاع الخاص ويداووا ويقوموا بالواجب. هذا هو التحول الكبير اللي تم في هذا الإطار، وهذا معلوم كيدخل في إطار الإنصاف، لأن المغاربة اليوم كلهم سواسية عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. كذلك هنا بغيتكم داخليكم توقفوا معايا على هذه النقطة، لأن تنعتبر بكل صراحة ان هذا هو التحول الكبير اللي جا من غير التغطيه الصحيه، وهو تعميم التعويضات العائليه على كل الاسر المغربيه. هنا بغيت نفسر المعنى والدلالات ديال هذا الامر. شو المعنى والدلالات ديال هذا الامر؟ وهو انه اليوم حنا عارفين ان في بلادنا كان عندنا الثلث ديال المغاربه ديال الاسر المغربيه اللي عندهم حق في التعويضات العائليه. وزراء والموظفين، ما عدا ذلك حتى ما عندهم والو. هادشي اللي كاين، وهادشي اللي كاين الى اليوم. من هنا لاخر السنه ان شاء الله غتبدا العمليه ديال تعميم التعويضات العائليه. غيستافدوا منها 7 مليون ديال الاطفال اطار التعويضات العائليه، ولكن كذلك غيستافدوا منها 3 مليون ديال الاسر الفقيره والمستضعفه اللي هي ما عندهاش الاطفال او الاطفال ديالهم كبروا، وبالتالي ماشي في سن تندرس حتى هما غياخذوا الدعم. حتى هذوك الشيوخ اللي هما كبار يعني عندهم 60 عام 65 سنه واللي ما ولادهم كبروا الحمد لله فحتى هما ضعاف المستضعفين حتى هما غياخذوا الدعم. بل هنا غنضمنوا كذلك في الواقع راه ماشي هذا الدعم في اطار التعويضات العائليه، انا تنعتبروا التعويض دعم ديال الاسر، وهو الحد الادنى للاجر بالنسبه لكل الاسر المغربيه اللي في الله اللي هو في الجبل اللي هو خدام كذلك في الضواحي ديال المدن وما عندوش خدمه اللي هو عاطل حتى هو. كل اسره مغربيه غتكون عندها الحق في هذا الامر الا كانت داخله في اطار السجل الاجتماعي الموحد. فهذا هو التغيير الجذري. هذاك الله اللي كان تنتظر واش غطيح الشتا ولا غتكون شتا، فاذا غيكلم جوج ولا ثلاثه الدراري غتكون عندها الاخر واحد 300 درهم 400 درهم تدخل له شهريا باش يتعاون، باش اذا كان كساب يتعاون بالكسيبه ديالو باش يقري وليداته الى اخره. شوف التحول الكبير اللي غيوقع في بلادنا، وهذا تنعتبروه هو في الواقع في صلب التعادل الاقتصادي والاجتماعي. يتجلى ان نضمنوا الحق للكرامه للمواطن، حق في الصحه، حق في التعليم، وفي نفس الوقت كذلك حق في حد ادنى للدخل. هذا هو التطور المهم اللي غينطلق ان شاء الله ابتداء من الاخير ديال هذه السنه، وهذا تنعتز بهذا العمل الكبير اللي اعطى تجاه ديالو في هذا الاطار جلاله الملك محمد السادس ايضا. وهذا الشيء كذلك غيكون معاه واحد المنطق اللي هو مهم، وهو المنطق ديال الاستهداف، اي اننا غيكون واحد السجل اجتماعي موحد، وغيكون واحد السجين ديال السكان، وتطلب من الاخوه المناضلات والمناضلين تعرفوا الناس اللي مستضعفه والفقيره انهم يتسجلوا، لان راه اساسي في كل جهه ديال المملكه، باش انه غيمكن غدا الا درنا برامج اجتماعيه غيمكننا نستهدفوا هذوك الناس اللي هما خصهم الدعم، لان كاين الناس اللي عندهم الامكانيات وتاخذوا الدعم،
نتعترف بان اليوم تحسن ندوز منطق اخر وهو اننا تكون عندنا برامج اجتماعيه في عده مجالات اللي هي كتجعل ان مثلا الناس اللي هما عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه والعائلات ديالهم وراه كاين تهداف الوزاره واحد المشروع باتجاه انه غيكون دعم وتكون بطاقه ديال الناس اللي عندهم اعاقه باش يمكن لهم كذلك يستافدوا دعم اكبر. هذا هو المنطق اللي ماشيين فيه وهذا منطق مهم لان تيكون عنده المنظور ديال التدبير حسب النتائج. تيجب انه نعرفوا بان الفلوس ديال المواطنات والمواطنين الضرائب ديالهم فين تتمشي وشنو هو الواقع ديالهم على المجتمع كيفاش يمكننا نرقيو ونطوروا المجتمع في بلادنا. زياده على تعزيز اليات ديال فقدان الشغل وتوسيع قاعده المنخرطين في انظمه التقاعد. ايتها الاخوات ايها الاخوه، كما كان في مقدمه اولوياتها وهي تعد قانون الماليه لسنه 2023 تسيب توجه الدوله الاجتماعيه من خلال تعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين دخل الاسر وتقويه الطبقه الوسطى وتوسيع قاعدتها وتخفيف الضغط الجبهي وتوفير فرص الشغل للحفاظ عليها لحمايه المواطنات والمواطنين من البطاله والفقر والهشاشه. ولان الاطراف الظرف الحالي فهو ظرف خاص مليء بالتحديات والإكراهات التي أفرزتها الظرفية الاقتصادية غير الملائمة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والناتجة كذلك عن انعكاسات الحرب الأوكرانية وتمشيو كيفاش الأسعار الدولية ارتفعت بكلفة خيالية، فإن الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها السياسية وهويتها الاجتماعية لم تستسلم لهذه الصعوبات ولم تركن الى التبرير وتقديم الاعذار في المضي قدما في تقليص الفوارق الاجتماعيه. لنبدا نكون معكم واضحين، هذه السنتين الاخيرتين مع الكوفيد وشويه مع التضخم اليوم اتسعت الدائره ديال الفوارق الاجتماعيه، وحنا كاستقلال ما يمكنش نقبلوا انه في العهد اللي حنا نكونوا في الحكومه انه الفوارق الاجتماعيه تزاد، وبالتالي فكان من الضروري ان نعمل جاهدين باش نواجهوا هذه الظاهره ونقلصوا الفوارق الاجتماعيه، ولذلك دارت عده برامج في هذا الاطار. اول شيء انتم عارفين باش يمكن لواحد مستوى الارتقاء الاجتماعي وهو اولا حافظوا على الشغل، ان العديد منهم فهم كانوا مهددين بالبطاله، وان العديد من المقاولات فكانت مهدده بالافلاس، ومن جهه اخرى اننا نخلق فرص جديده للشغل. وهنا غير بالنسبه لما هو ديال التشغيل في مجال الدوله، فخلقنا اكثر من 40,000 منصب شغل هذه السنه، وعطينا اكثر من نصف للتعليم والصحه باش نهزوا هاد القطاعين الاساسيين بالنسبه لارتقاء بالانسان المغربي. بل رفعنا الاستثمار العمومي من 240 مليار ديال الدرهم الى 300 مليار ديال الدرهم. وهذه كله الهدف ديالها وهو طبعا خلق فرص الشغل. بل اكثر من ذلك تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار اللي غيفك شراكات مع القطاع الخاص باش نوصلوا لواحد 100 مليار الى 150 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات، واذا خلق فرص الشغل في هذا الاطار. وكذلك اشتغلنا مددنا برنامج تحفيز الى اخر سنه 2026. نشجعوا المقاولات والجمعيات التعاونيه تحديات النشاه من التشغيل عبر تحمل الدوله، اي الدوله اللي غتخلص عليهم لمده سنتين اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصه المشغل المتعلقه بالضريبه التكوين المهني، وكذلك الاعفاء من الضريبه الدخل طيله سنتين في حدود 10,000 درهم، اي الى خدمتي شي واحد تتخلصوا 7,000 درهم ما تخلصش عليه الضريبه، الشركه ما تخلص عليه الضريبه طيله سنتين. باش نشجعوا الى التشغيل. ودرنا معهم برنامج اوراش اللي باش تخلقوا 250,000 فرصه شغل، وبرنامج فرصه اللي تعطى فيه قروض شرف تصل الى 10 مليون سنتيم، اي منحه في الواقع تعطى للشباب باش يخلقوا كذلك مقاولات صغيره. وعاد عطينا واحد النفس جديد لبرنامج انطلاق. ولكن اكثر من هادشي حاولنا كل ما يمكن بحال اللي قلت نقدوا المقاوله الوطنيه ونطوروها. شو درنا في هذا الاطار خصوصا المقاولات الصغرى المتوسطه؟ اولا 13 مليار ديال الدرهم ديال المستحقات اللي كانت
عند الدولة ديال القيمة المضافة رديناها للمقاولات الوطنية، وهذا باش انهم تكون عندهم السيولة الكافية باش يمكنهم يضمنوا هذيك الاستمرارية ديالهم. سمحنا من المقاولات التي تعاني من صعوبات نتيجة ديال كورونا بإعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آلية أكسجين وإقلام، وبالتالي استفادة من فترة سداد إضافية. خدينا كذلك إجراءات وتدابير تخفيفية لصالح المقاولات العاملة في مجال قطاع البناء والأشغال العمومية. يمكن نقول لكم شحال ديال المؤسسات فكانت مهددة بالانهيار، لأن مع زاد التكلفة ديال مواد البناء فما لقاو صعوبة باش أنهم يديروا الصفقة، لأن الصفقة كانوا دايرين فيها واحد التكلفة أقل، وبالتالي ما عندهمش الإمكان باش يواجهوا. إذن خدينا تدابير، عطيناهم واحد المدة زمنية إضافية، زدنا لهم كذلك الغرامات اللي كانت غتكون عندهم، واليوم يمكن نقول لكم فهذا يمكن العديد من المقاولات أنها تستمر في العملية وتحقق كذلك المشاريع اللي كانت تقوم بها في إطار التعاقدات في إطار الصفقات العمومية. كذلك مشينا في واحد التوجه اللي هو مهم اللي تدخل في روح التعادل الاقتصادي، وهو تقليص الضريبة على الشركات من 31% إلى 20% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من هنا 2026، وبدينا تدرج تخفيض الضريبة على الشركات. ولكن في المقابل الشركات الكبرى اللي تتحقق أرباح ديال 100 مليون ديال الدرهم فغنرفعوا لها الضريبة على الشركات من 31% إلى 35%. والمؤسسات المالية وديال التأمين غنرفعوها إلى 40%، أي فوق من هنا 1620. المقاولات الكبرى من قطاع المحروقات قطاع إلى آخره تخلص 35%، المؤسسات البنكية إلى آخره تخلص 40%، والمقاولات الصغرى المتوسطة تخلص 20%، والمقاولات الصغيرة جدا اللي عندها ربح فقط ديال 300,000 درهم في العام غتبدا تخلص فقط 10%، وهذا هو التعادلية الجبائية اللي دائما تندفع عليها داخل هذا السبيل. كذلك درنا واحد الامر وهو وصلحنا المنظومه والمرسوم ديال الصفقات العموميه واللي تصدق عليه يوم 29 جانفي 2022. اولا درنا واحد الامر مهم بالنسبه للمقاولات الصغيره جدا وهو لي بون كوموند، اي سندات الطلب، رفعناها 200,000 درهم الى 500,000. وهذا الاخوان اللي هما تيتراسوا جماعات محليه عارفين الاهميه ديال هذا، يفتح مجال كبير لعديد المقاولات الصغيرة جدا انها تستفيد وتدخل في هذه الإطار. كذلك قررنا وهذا كان ولكن غنطبقوه وهو تعميم الأفضلية الوطنية. الأفضلية الوطنية كانت تسدد في بعض القطاعات، اليوم كل القطاعات مجبرة تدير الأفضلية الوطنية، أي أنه متى تكون مقاولة أجنبية داخلة والمقاولة الوطنية عندنا في الصفقة وعندها زايدة 15% من الثمن فهي يمكن تاخذ المقاولة الوطنية اللي تعطى لها الأولوية باش تاخذ بل أكثر من ذلك. درجنا واحد البعد أساسي وهو المقاولات اللي هي تتخدم الناس ديال المنطقة واللي هي تتخدم المواد البناء إلى آخره ديال المنطقة، وجبرناها كذلك أن تدخل صناعة تقليدية بالنسبة للبناء باش نطوروا كذلك نعطيو الإمكانية للصناعة التقليدية يستافدوا كذلك بالصفقات العمومية في مجال البناء. فهادو كله قلنا بان نعطيو الاولويه للمقاولات اللي القيمه المضافه المحليه فهي اهم في اطار الافضليه الوطنيه، لان بالامور ركائز اللي ركزنا عليها. بل اكثر من ذلك قلنا بان 30% ديال الصفقات العموميه كلها تقصد توجه المقاولات الصغرى المتوسطه، المقاولات الصغيره جدا والتعاونيات باش اننا نفتحوا المجال لهذه الفئات ويستافدوا من الصفقات العموميه. واكثر من ذلك هو اللي بغيت نركز عليه لان كاين امور اخرى باش ما نطولش عليكم، وهو اننا دخلنا واحد المنطق اللي انتم عارفينه والناس اللي هما دبروا في القطاع العمومي والمقاولين اللي تيخدموا مع الدوله راه عارفين اش تتكلم، وهو كنا دائما تناخذوا اقل تكلفه، دابا اختارينا اننا ناخذوا احسن عرض لميان ديزون فعوض لموان ديزون. علاش؟ لان الناس شفنا كان العادي تيجيو تيكسروا الاسعار باش ياخذوا الصفقه ومن بعد ما قاديش، اما تيغشوا اما ما تقدروش يكملوا، وهذا خلق لنا مشكل كبير في البلاد. اليوم فشنو غنديروا؟ غناخذوا المتوسط ديال العروض
هو على اساسه ما نشوفوش شنو احسن عرض هو اللي غنعطيوه. وهذا تطور مهم اللي غيجعل انه اليوم غتكون واحد المنافسه حقيقيه ونجعلوا انه نضمنوا انه يكون جوده في الاعمال والاشغال العموميه بالنسبه لبلادنا، وهذا امر اساسي يتم التركيز عليه. اذا هذه الامور كلها تتبين باننا امام ثوره اقتصاديه واجتماعيه حقيقيه موسومه بتحول عميق يقوده جهاد الملك. برز وقعه باديا للعيان وصار جني ثماره في متناول اليد بما ينطوي عليه من نهضات المويه الاقتصاديه والاجتماعيه وارساء الدعائم للعداله الاجتماعيه والمجاليه وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. انا غنلخص لكم هذا الامر كلمه واحده، جهاد الملك بغى انه بلادنا ما يبقاوش الناس، بغى انه كل واحد يكون عنده الحق في التنميه، بغى ان كل الاقاليم كذلك تستافد في هذا الاطار من امكانيه ديال الاستثمار، بغى ان كل واحد يكون عنده امكانيه ديال فرص الشغل وتطوير فرص الشغل. هذا هو البعد اللي باغي نمشي فيه واللي غيعطينا في الواقع غيدير معلوم مراحل، ولكن غيزاد اننا نبنيو حقيقه المجتمع المتوازن لتنادي وجهه. ايها الاخوات ايها الاخوه، على منوال جهود الانصاف الاجتماعي، الهدف المنشود تقليص الفوارق الاجتماعيه. تمني الحكومه على تقليص الفوارق المجاليه لتحقيق الانصاف المجالي من خلال تحسين الولوج الى الخدمات الصحيه والولوج الى الماء وتحسين جاذبيه الاستثمار بالمناطق القرويه والنائيه، وذلك في افق احداث توازن اجتماعي والمجالي والاقتصادي وارساء العداله المجاليه والتوزيع العادل للثروه. ولقد انطلقت بلادنا في تنزيل التحول المنشود للمنظومه الصحيه، بحيث لم تعد مرتكزه بشكل رئيسي على ميزانيه الدوله فقط، بل تم تدعيمها بتمويل من صناديق الضمان لحل اشكاليه الولوج للخدمات الصحيه، وهذا هو التحول الكبير اللي وقع. ولان توفير هذه الاخيره بالجوده الكافيه للفئات الهشه والفقيره في المناطق الجبليه والقرويه والنائيه بات مدخلا حاسما لتحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص. ولا شك ان القانون الاطار الجديد المتعلق باصلاح المنظومه الصحيه الوطنيه يستجيب لهذا التوجه من خلال اولا اعاده هيكله وتاهيل شامل للقطاع الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربه في تسهيل الولوج للخدمات الصحيه بمختلف جهات المملكه، اعتماد مقاربه ترابيه في تنزيل الاصلاح الصحي من خلال تاسيس لمنظور جهوي للحصول على عمل مترابط ومتكامل ومشترك بين المستشفى الجامعي والجهوي والاقليمي والمستوصفات والمراكز الصحيه في المناطق القرويه ضمانا للعداله المجاليه والصحيه، واعتماد حكامه استشفائيه وتخطيط ترابي للعرض الصحي، واعتماد توزيع متكافئ ومنسف للخدمات الصحيه عبر التراب الوطني من خلال خرائط صحيه جهويه ملزمه للقطاع العام والقطاع الخاص، باش يكون التكامل اننا نضمنوا بان كل جهات المملكه وكل الاقاليم تستافد من الاستثمارات ديال القطاع العمومي ولكن كذلك الاستثمارات ديال القطاع الخاص. والمستشفى الجامعي هو اللي غيكون هو المدبر ديال هذا التراكم وهذا البعد الاساسي ديال التطوير، لان كل جهه في المملكه غيكون عندها مستشفى جامعي ومنطقه التصورات وكذلك المشاريع في الاطار في عده في الراشديه وكذلك باذن الله وان شاء الله في المرحله القادمه بالنسبه للداخله، زياده على المستشفيات الجامعيه اللي هي اليوم في طور الانجاز او اللي غتكتمل عن قريب خاصة طنجة في الأكادير إلى آخره. تثمين الموارد البشرية الطبية، وهنا الفكرة وهو أنه في كل جهات المملكة غيكون عندنا كلية الطب باش أنهم يكونوا لازم باش يمكنوا بالضبط يخدموا في المنطقة وفي مناطق أخرى. ونعزو ونوسعو لأن باش نهضرو بصراحة، حنا عندنا اليوم 2400 طبيب اللي تتكون سنويا، وعندنا 600 اللي تيمشيو للخارج. حنا في الواقع حنا في منافسه مع الخارج، تيجيو ديالنا الناس ديالنا. في الوقت اللي حنا محتاجين 30,000 طبيب. وبالتالي باش يمكننا نواجهوا هذا الشيء ضروري اولا نوسعوا العرض، نوسعوا العدد المكونين في هذا الاطار، نوصلوا على الاقل 4,400 سنويا، وفي نفس الوقت كذلك نحسنوا الظروف العمل، ونحسنوا كذلك الدخل
ديال هاد الاطباء وغيدار قدام عندنا قانون اليوم راه مشروع قانون ديال النظام الاساسي ديال الصحه خاص بالصحه. وزدنا كما تعلمون الاجر ديال الاطباء والاجر كذلك ديال الممرضين وديال كذلك العاملين في قطاع الصحه وغنغيروا الكيفيه كذلك ديال الاجر باش نضمنوا انها تكون الخدمه، لان الهدف هو خدمه المواطنات والمواطنين. وبالتالي الطبيب الى مثلا دار هو طبيب جراح ودار خمسة العمليات في الشهر كان في الماضي تيتخلص نفس الأجرة ديال الطبيب اللي تيدير 20 أو 30 عملية في الشهر. اليوم فهو غيبدا يتخلص على حسب عدد العمليات اللي قام باش نضمنوا أننا نخدم في القطاع العمومي ونقويو القطاع العمومي. هذا هو الأساس، ونضمنوا أن المواطن يلقى كذلك المتخصصين حتى إلا ما كانوش عندنا في القطاع العمومي يمكن نديروا معاهم عقده في القطاع الخاص باش يجيو يخدموا في القطاع العمومي والمواطن يلقى الامكانيه باش يتداوى ويولوا في الخدمات الصحيه. هذا هو التطور الكبير اللي جا به هذا المشروع الاساسي زياده على اشكاليه الادويه. انتم عارفين شحال الادويه راه مقطوعه، دار وكاله خاصه ديال الادويه وتكون كذلك تدبير جهوي ديال هذه الادويه في اطار هذا المنظور الجهوي. هناك بالنسبه هذه تدخل معلوم في اطار تقليص الفوارق المجانيه. وفي نفس التصور عندنا الجانب ديال الاستثمار، انتم عارفين بان دوزنا مؤخرا ميثاق جديد الاستثمار، كنشكر الاخوان البرلمانيين اللي هما لعبوا واحد الدور اساسي باش داز هذا الاطار. وحنا دابا تنوجدوا ان شاء الله في اخر هذا الشهر غندوزوا المراسم التطبيقيه ديال هذا الميثاق الاستثمار. انا ما نطولش عليكم، ولكن التحول الكبير اللي دار في هذا المجال وهو انه قبل كنا تنشجعوا قطاع قطاع الطيران، قطاع ديال السيارات، فبالتالي فين ما استثمر تنعطيو الدعم، وبالتالي تجعل انه اليوم الغالبيه راه هي ما بين قنيطره وطنجه وطرابلس. حنا بغينا انه المغرب كله يستفيد، وبالتالي غنعطيو تحفيزات اكبر الى مشى المناطق النائيه. وما دخلناش في منطق الجهات، لا قلنا الاقاليم هنا داخل نفس الجهه كاين تفاوتات داخل باش نحطوا فرص الشغل وباش نطوروا كذلك القيمه المضافه وباش كذلك هذوك الشركات اللي غيكونوا تما داخل سوق الضرائب باش في المنطقه باش يستافدوا الجهه وتكون عندنا واحد التطور مهم بالنسبه للمناطق وندخلوا في واحد المنطق ديال التوازن الاكبر. معلوم كاين مسافات كبيره ولكن على الاقل نقلصوا هذه الفوارق المجانيه والجهويه وداخل الجهات. انا بغيت نتكلم لكم كذلك على تحول اخر اللي هو كاين واللي مرتبط واللي تدخل كذلك في الفوارق تقليص الفوارق المجانيه وكذلك الاجتماعيه وهو اشكاليه الماء. كما تعلمون بلادنا فهي مع التغيرات المناخيه مهدده بالاشكاليه ديال الجفاف وندره المياه، وبل حنا اليوم في اجهاد مائي ولكن غنوصلوا من هنا 2030 الى ندره المياه. لان هذا اشكال كبير اللي تتعيشوا بعض المناطق اليوم ولكن غيتوسع على الصعيد الوطني كامل. الدستور ديال 2011 الماده 31 تقول بان من الضروري ان نعمل على المساواه في وصول المواطنات والمواطنين الى الشروط التي تسمح لهم بالتمتع بالحق في الحصول على الماء والبيئه الصحيه. من هذا بالحقوق الاساسيه ديال المواطنات والمواطنين. ونقولها بكل صراحه بفضل السياسه الرشيده الاستباقيه اللي قام بها جلاله الملك حسن الثاني رحمه الله وهي سياسه السدود واللي صار على نهجها جلاله الملك محمد السادس تمكنت بلادنا من انجاز العديد من السدود. عندنا 149 سد وعندنا 16 سدود اللي هما في طور الانجاز. اليوم عندنا 19 مليار متر مكعب يمكننا نخزنوا ولكن من هنا ل 2030 وصلوا 24 مليار متر مكعب اللي يمكننا نخزنوا. اذا هذا تعطينا امكانيه باش يمكننا نواجهوا هذه الاشكاليه ديال ندرات المياه. ولكن رغم ذلك فالاشكاليه مطروحه لان اذا تكون قد التساقطات المطريه فهذا او كذلك الواردات المائيه لان كاين التساقطات ديال الثلوج فهذا تجعل ان هذه السدود ما تتقلص نسبه الماء ديالها وبالتالي تخلق مشاكل. حنا عارفين الدار البيضاء شحال ديال الاخوان نرجع لها
دار البيضاء في مراكش في ثلاث مناطق فهما تعانيو من هذه الاشكاليه الكبرى اللي مطروحه في المناطق كذلك الجنوبيه الى اخره. هذه الاستراتيجيه لم يتم تنفيذها على ارض الواقع. وبالتالي بحكم هذه الجهات المائيه وبحكم هذه الاشكاليات فجلاله الملك تباتيو كاملين في اطار الافتتاح ديال البرلمان اعتبر بان من الضروري اننا نديروا واحد التحول كبير، هذه من التحولات الكبرى اللي كاينه في بلادنا. تحول كبير بخصوص التوجهات الرئيسيه بالنسبه لنا واللي هي انيه واستعجاليه. شنو هي التحول؟ وهو تتركز على اربعه ديال الركائز الاساسيه. اولا اننا بالطبع نواصلوا في سياسه الصدور، بل اكثر من ذلك خصنا ندخلوا في اطار سياسه ديال الصدور الصغرى. دابا هذا الحال والمتوسط عندنا اليوم ياخذ 30 سد من الاستقلال الى اليوم. حنا برمجنا 129 سد من 2024 ونبرمجوا واحد 200 سد اضافي من هنا ل 2027. اذا عمليا غنضاعفوا العدد ديال السدود التبيه اللي هي اساسيه بالنسبه للعالم القروي، انها تتحمي من الفيضانات، تضمن الماء الماشيه، وتتغذي كذلك الفرشة المناخية. اذا هذا ديال الامور الاساسيه. اذا هذا الامر سنواصلوا فيه ونخدموا فيه. ولكن توجه التحول الكبير وهو اننا نعطيه اولويه لتحديات المياه. ولكذلك معالجه المياه العائمه بالنسبه للسقي ديال المساحات الخضراء وكذلك بالنسبه للفلاحه الى اخره. هنا بغيت نفسر بالضبط ها فين كاين التحول، اين يتجلى وشنو هو الواقع ديالو علينا جميعا. وهو انه اليوم عندنا 140 مليون متر مكعب ديال تحليات المياه، وحنا تنستهلكو 1,300,000,000 متر مكعب بالنسبه للماء الصافي للشرب. من هنا ل 2030 غنوصلو 1,200,000,000 متر مكعب مع المكتب الشريف للفوسفات واللي غتقوم به الحكومه في اطار شراكه مع القطاع العام والقطاع الخاص. اي ان المدن الساحليه كلها اساسيه غنضمنوا لها الماء الصالح للشرب في العيون في الداخله الى اخره. كل هذه المناطق الصويره تيزنيت سيدي الافني المناطق كلها الدار البيضاء بالطبع الى اخره كلها والناظور غنضمنوا لهم الماء الصالح للشرب من خلال تحليات المياه. هذا الماء اللي غنضمنوا تيجي انه تجد انه هذا الماء راه اقتصدنا بالتالي ما غنبقاوش ناخذوه من السدود اللي كاين في الجبال في المناطق. وبالتالي هذه المياه اللي كاينه في السدود غنستعملوها الماء الصالح للشرب بالنسبه للمدن الداخليه وبالنسبه للقرى وغنستعملوها بالنسبه للسقي وغنضمنوا ان المناطق السقويه ما نبقاوش نقطعوا عليها الماء بحال درنا هذه السنه. هذه السنة كنا تنعطيو 3 مليار متر مكعب، ولكن هذه 3 سنوات عطينا فقط 1 مليار متر مكعب ديال المناطق السقوية، وهذا كان ضرر كبير على الفلاحة. اليوم هذا الأمر هذا التوجه إن شاء الله واللي غنطبقوا ما غيبقاش في المستقبل، وهنا غيكون تضامن حقيقي ما بين السهول والجبال، غنعكسوا الآية، بل أكثر من ذلك غنديروا مثلا بالنسبة لمراكش، غنديروا تحلية المياه في آسي باش نوصلوا الماء لمراكش، نوصلوا كذلك لرحمنا غنوصلوها كذلك ليوسفيه غنوصلوها كذلك لخريفكا. إذن هذا كله بين الامور اللي تيبين التضامن الحقيقي اللي تيدخل في اطار التعاليات الدفع. وهذا هو التحول الكبير اللي غنمشيو فيه. اكثر من ذلك هذا الماء ملي ان شاء الله غنجو ما نبقاوش كذلك نستعملوا بكثره الفرشه المائيه. لان مين بحال دابا نقول لكم هذه السنه بحكم كان مشكل الجفاف اضطرينا نديروا اثقاب استكشافيه مائيه مثلا في زابوره هبطت الفرشه المائيه ب 6 امتار لان كان جفاف. وبالتالي حنا خصنا نحافظوا على هذا الامر. جهه الملك ركز على هذا الامر تقول بان من الضروري الحفاظ على الفرشه المائيه. بدينا نديروا واحد عقد الفرشه ولكن حنا غنزيدوا نطوروا هذا باش تعمم على الصعيد الوطني باش يكون تدبير وعقلان للفرشة المائية مع الفلاحة مع الصناعة الصناع مع كل المهنيين اللي تيستافدوا من هذا الماء باش يمكننا نضمنوا اننا نضمنوا هذا المخزون الاستراتيجي لبلادنا للاجيال القادمة. هذا كذلك الطول. والنقطة الثالثة الأساسية مركزة جلالة الملك وهو الطاقة. الاقتصاد في الماء. لأن اليوم عندنا مشكل الأول ديال القنوات والتسهيل. عندنا مشكل ديال النجاعة المائية في عدة قطاعات، الفلاحة، في المجال ديال الصناعة، في المجال ديال السياحة إلى آخره.
والاداره كذلك، الاداره كذلك تسهل كثير المدارس الى اخره، ولكن كذلك حنا كمواطنات ومواطنين خصنا نغيروا الكيفيه ديال التعامل مع الماء، لان الماء فهو اساس الحياه، وبالتالي من الضروري ان نعمل على ان يكون هناك اهدار للماء في بلادنا، ونهضر الماء خصنا نطفيها. هذا كذلك نغيروا الممارسات ديالنا في هذا المجال باش يمكننا نضمنوا الاستمراريه ديال الماء ان شاء الله في المستقبل. اذا تلكم ايتها الاخوات ايها الاخوه بعض مظاهر التحولات والاصلاحات الهيكليه التي نحن مدعوون جميعا انطلاقا من رصيدنا الفكري المتنور وخيارنا التعادلي المتجدد وتجربتنا الرائده في تدبير الشان المحلي والوطني، من باب الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا المشتركه مع حلفائنا في التحالف الحكومي. نحن اذا مدعوون لانجاحها واسناد الحكومه في مختلف اوراق الاصلاح ومواكبتها في تنزيل البرنامج الحكومي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين. ونعتز في حزب الاستقلال بان ما تعرفه بلادنا من تحولات عميقه تسير على نهج وخطى وروح ومبادئ وثيقه لطلب الاستقلال التي طبعت بابعادها السياسيه ومضامينها الاصلاحيه مسار المغرب ما بعد الاستقلال، بدءا بتاسيس الاستقلال والوحده بقياده بطل التحرير جهه المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، مرورا بعصرنه الدوله وتحديثها وبنائها السياسي والديمقراطي كان المغفور له الملك الراحل حسن الثاني طيب الله تراه، وصولا الى هذه الملكيه المواطنه التي ارست بقياده حكيمه متلصه جهه الملك محمد السادس ايضا الله دائم الدوله الاجتماعيه، واسست المغرب التحولات السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه والحقوقيه والاجتماعيه والبيئيه بالنظر لما تعرفه بلادنا من نفس اصلاحي متجدد كفيل بتعزيز دوله الانصاف والتضامن والتعاون والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين. كما نعتز بكون الاهداف النبيله التي يروم تحقيقها التحول المجتمعي الذي تعمل الحكومه على تجسيده على ارض الواقع بما يتضمن من تقليص الفوارق الاجتماعيه والمجاليه ترسيخا لاسس الدوله الاجتماعيه يتماهى تماما مع اهداف ومرامي التعامل الاقتصاديه الاجتماعيه التي ابدعها الزعيم الراحل علاء الفاسي لما قدم المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه في 11 يناير 1963 وثيقة التعادل الاقتصادي والاجتماعي لتكون امتدادا طبيعيا لوثيقة المطالبة بالاستقلال. ولتحسين هذه المكاسب والانجازات وما يرافقها من انتصارات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرياضية التي يتعين استثمارها على الوجه الامثل لتعزيز مكانة بلادنا ورفعتها بين الامم، بات من الواجب علينا البناء على الزخم الهويات المنسوب الكبير للحس الوطني الذي ما فتئت تدكي هذه التراكمات الايجابيه المتواتره من اجل تمتين روابط الانتماء الى الوطن والانسيه المغربيه. وهو امر يستلزم ان نعمل جميعا على مواصله سيروره الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي توافقنا حول مضامينها في النموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، والتي من شأنها توطيد مقومات الروابط الرابط الاجتماعي والتماسك المجتمعي وإرساء منظومة للقيم والأخلاقيات تقطع مع كل أشكال الفساد والتضاربات التي تحقق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام وغيرها من الممارسات الضارة برصيد الثقة في الفعل العمومي وفي التعاملات بين المواطنات والمواطنين والمؤسسات. أيتها الأخوات أيها الأخوة، إننا أمام ورش مفتوح للتحولات الإصلاحات الهيكلية التي تنسجم مع انتقالات المجتمع وتطوراته وتستجيب لمتطلبات المرحلة وتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، ويتطلب منا إذكاء قدراتنا الجماعية. احنا اليوم في الحكومة احنا محتاجين استقلالية، محتاجين يمدونا بقوة اقتراحية، يمدونا شنو واقع على أرض الوطن باش يمكننا نطوروا الأداء ديالنا. مدعوين كذلك أنه بلورة الحلول والبدائل في مواكبة التحولات التي نقوم بها، والعمل كذلك على أن نصل للمواطنات والمواطنين ما نحققه من إنجازات
وما سنحققه إن شاء الله في المستقبل. ويتطلب منا قبل كل شيء رفع منسوب التهيئة النضالية ورص صفوف ومواصلة تعزيز وحدات الحزب وتماسكه تسع سقف البيت الاستقلالي الجامع والمحصن من أي انهاك تنظيمي. نعم، إن الرهان معقول على مختلف تنظيمات الحزب ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية وكافة مناضلاته ومناضليه من أجل الالتفاف حول حزبهم العتيد لإنجاز استحقاقات تنظيمية للحزب خلال هذه السنة وتهيئ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي مقدمتها عقد المؤتمر 18 للحزب الذي نريد له أن يكون مؤتمرا جامعا ومحطة تنظيمية فارقة في تاريخ الحزب وعرسا استقلاليا وديمقراطيا بامتياز ومناسبة لتقييم الأداء السياسي والتنظيمي للحزب والتداول في القضايا المجتمعية الكبرى مع ما يتطلب ذلك من تطوير بيته الداخلي وتحديد عمل مؤسساته وهياكله وآلياته واشتغاله بشكل يكون معه قادرا على مواكبة تحولات المجتمع السياسي والاقتصادية وعلى تجديد نخبه وتطويره وتطوير فكره التعادلي لتعزيز جاذبية العرس الاستقلالي وتقوية مكانة الحزب في الساحة السياسية الوطنية. وهذا المؤتمر إن شاء الله سنعقده هذه السنة في الأشهر المتبقية من هذه السنة. أيتها الأخوات والأخوة، وفاء لروح الإصلاحية التي حملتها وثيقة المطالبة بالاستقلال، يحدون الأمل أن يستشعر الجميع رسالة الوطنية ووقع المجتمعي للانخراط بكل مسؤولية وروح وطنية في إحداث الإصلاحات المنشودة واستثمار كل تبيئة إرادية وطنية للعزائم والقدرات والمكتسبات لإنجاح هذا الجيل الجديد من التحولات الحاسمة في مسار تطور بلادنا وازدهارها. وليكن ذلك أعظم تكريم، ليكن ذلك أعظم تكريم وعرفان لمن صنعوا حدث 12 يناير 1944 وأسسوا بتضحياتهم لما نحن عليه اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.